باش نحكيو على بطولة العالم لكرة اليد بولونيا السويد 2023 ومسابقة كأس الرئيس والترتيب من 25 ل 32. المنتخب الوطني التونسي يفوز في اللقاء الثاني على المنتخب المقدوني 33 مقابل 28 في انتظار يوم الاثنين المباراة الختامية ما 3:30 بتوقيت تونس بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري. إن شاء الله حظ موفق للمنتخب التونسي، كان فاز في اللقاء الأول ضد المغرب 30-25 وانتصر على مقدونيا بنتيجة 33 مقابل 28. سعيد جدا باستقبال المكالمة الهاتفية عبر الهاتف زميلنا منير الزوابي صحفي بجريدة شروق. مرحبا بك منير. مرحبا عبد الله، تحية ليك وتحية لكل المستمعين، شكرا على الاستضافة. يعطيك الصحة منير. المنتخب التونسي يفوز في اللقاء الثاني على المنتخب المقدوني 33-28 كما حكينا المرة الأخرى، وديما كما أكدت أنت أنه المنتخب التونسي قادر على تجاوز المنتخب المغربي كذلك المنتخب المقدوني. إن شاء الله الوجه اللي يظهر به المنتخب التونسي لو كان متأخر نسبيا في الكأس الرئيس اللي انتصر على المغرب ومقدونيا، إن شاء الله نختموها بالفوز على المنتخب الجزائري. ولو أنه ديما نقول المنتخب التونسي تعدى بجانب الحدث ومشاركة كارثية، لكن كيف شفت تيمونير كاعلامي اختصاص كره اليد مباراه المنتخب التونسي يوم امس امام المنتخب المقدوني؟ اكيد عبد الله كما قلنا قبل، معنا هي المباراه الاصعب في ضمن مسابقه كاس الرئيس. مع الاسف اليوم نحكي وان كنا نتمنى وان المنتخب التونسي راهو اليوم ولا البارح يلعب المباراه الثالثه لحساب الدور الرئيسي، وكان ينجم يكون ترتيبه افضل بكثير. اللي فهمته معناها عبد الله من زوج مباريات نتاع المغرب ومتاع مقدونيا انه المدرب بصدد اكتشاف معناها الرصيد البشري، فعلا معناها تاكد لنا انه باتريك كازال ما كانش يعرف مليح معناه قدرات اللاعبين نتاعو، والدليل انه مثلا امين درمول، اللاعب امين درمول اللي هو افضل لاعب في المنتخب حاليا، ورينا امين درمول توج بجائزه افضل لاعب في المباراه وقدم مستوى كبير برشا انطلاقا من مباراه الدنمارك، مباراه المغرب، ومباراه معناها البارح امام مقدونيا. نحب نقول انه المنتخب التونسي معناها كما قلت انت فرط فعلا في ترشح كان ينجم يكون سهل للدور الرئيسي، ولكن هذا اللي صار معناها حصل ما في الصدور. معناها كما يقولوا المنتخب اليوم يلعب على المركز 25 وبانتصاره البارح امام المنتخب المقدوني كانت مباراه ممتازه حقيقه للمنتخب التونسي على حساب منتخب يبقى محترم ولكنه يمر معناها بفتره صعبه على غرار المنتخب التونسي. المنتخب المقدوني كرة اليد المقدونية معناها متطورة وعندها معناها لاعبين ممتازين، ولكن تقريبا نفس الكا كيما المنتخب التونسي. المنتخب هذا قاعد يتشبب، قاعد يجدد. المنتخب البارح بانتصاره على المنتخب المقدوني ضمن رسميا انه باش يكون في الدور النهائي لمسابقه كاس الرئيس. تقول لي علاش عبد الله؟ لانه المنتخب الوطني اليوم عنده 4 نقاط، والمنتخب المغربي عنده نقطتين، والمنتخب المقدوني عنده نقطتين، والمباراه الاخيره ستكون بين المغرب ومقدونيا، وتونس تواجه الجزائر. حتى في صوره هزيمه المنتخب التونسي امام المنتخب الجزائري، وبالطبع في حالة بطبيعة أنه المباراة بين المغرب والمقدونيا أيا كان الفائز فأنه باش يولي 4 نقاط معناه يتساوى مع المنتخب التونسي، والمنتخب التونسي معناه يتقدم ويتفوق بالمواجهة المباشرة لأنه انتصر على المغرب وانتصر على مقدونيا. إذا المنتخب التونسي ينتظر الجولة الأخيرة لمعرفة معناها غدوة باش يعرف أنه شكون باش يواجه إما منتخب كوريا أو منتخب الشيلي، لأنه زوج منتخبات هذوما عندهم 4 نقاط معناها، والفائز المباراة الأخيرة ستكون بين الشيلي وكوريا، والفائز منهم باش يلعب على الترتيب 25 و26 بين مع المنتخب التونسي اللي ضمن إلى حد الآن المركز 26 في انتظار أنه يفوز في المباراة الختامية أمام كوريا أو الشيلي كما قلت. منير، هو المنتخب الشيلي كان انتصر على المنتخب الكوري 33 مقابل 26. مازالت جولة أخيرة، هم الزوز عندهم 4 نقاط إلى حد الآن. في الجولة الأخيرة معنا المنتخب الكوري أظن سيواجه السعودية أو الأوروغواي، والعكس بالعكس، معناها أنه مازالت جولة أخيرة حاسمة بيناتهم، معناها مواجهة غير مباشرة بيناتهم، ولكن زوز منتخبات عندهم 4 نقاط
في انتظار انه شكون باش يفوز بالجوله الاخيره وبذلك يكون معناها في المرتبه الاولى ويواجه المنتخب التونسي، لانه حسابين السعوديه والمنتخب الاورجواي انسحبوا معناها من 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 المنافسه على المركز الاول، وباش يلعبوا معناها المراكز ما بين 27 و 32. عموما معناها المنتخب التونسي اضعف الايمان معناها عبد الله انه يكمل في نفس المركز نتاع دوره مصر 2021 اللي هو المركز 25، واعتقد انه دوره للنسيان وكذلك لتعلم الدروس الكثيره، والمدرب باتريك كازال مطالب انه يلقى الحلول في قادم المواعيد، خاصه انه الموعد الاهم بالنسبه للمنتخب سيبقى وسيكون هو بطوله افريقيا مصر 2024 واللي بتكون مؤهله للالعاب الاولمبيه. ستكون معنا اكيد دوره صعبه جدا على المنتخب التونسي. لماذا؟ لانه كي نشوف اليوم عبد الله حقيقه المنتخب المصري، المنتخب العربي اللي يشرف معنا كرة اليد العربية ومتواجد في الدور الربع النهائي ضمن أحسن 8 منتخبات، معنا في وقت اللي المنتخب المصري يكون في هذا الوجه، ما أنه ما تنجم كان تكون يزمك تخدم باش تخلط وباش تلحق على المستوى العالمي وباش تكون في 8 الأوائل. المنتخب المصري عنده سنوات يخدم، وهذه نتيجة معنا لسياسة العمل معنا في الشبان. كي نشوفوا منتخب الأصاغر نتاعو منذ موسم توج ببطولة العالم، منتخب الأواسط نتاعهم كذلك كان في على البوديوم وكان ثالث في بطولة العالم، معناها هذه يلزمنا نتعلموا معناها كتوانسة أنه نخدموا ولا شيء سوى العمل، نطوروا البطولة، نخدموا الشبان، الاعتناء بالشبان، والمنتخب هذا قادر أنه يرجع في أي وقت وفي أسرع وقت أنه ينافس ويشرف معناها كرة اليد التونسية. منير تحياتي. وي خويا وينك؟ اي مرحبا بك. رضا العلوي معك. اهلا سي رضا، مرحبا يا خويا. شنو احوالك؟ لاباس الحمد لله، عايشك. هو 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 يعني حتى الفوز هذا ان شاء الله في انتظار النهائي، هو الفوز بكاس الرئيس، هو نقولوا نحن لحفظ ماء الوجه معناها بالضبط. تقريبا بعد ما كانت حسره كبيره وكانت معناها الجماهير الكل يعني والمتابعين الكل تاسفوا على هالمردود اللي نقوله متواضع والمفاجئ للمنتخب التونسي لكرة اليد، لكن حبيت نسألك كونه معناها أنت تقريبا عندك اتصالاتك وعندك مصادرك وقريب شوية من أهل القرار ربما، معناها هل من تسريبات حول بعض القرارات الممكنة يعني في القريب العاجل بعد الكأس العالمية هذه بخصوص سواء الرصيد البشري أو حتى الإطار الفني أو يعني على مستوى الإداري؟ بالنسبة للإطار الفني نجم نأكد معناها نأكد وعلى لسان رئيس الجامعة أيضا وكل أعضاء المكتب الجامعي أنه لن يتم تغيير الإطار الفني، وسيواصل باتريك كازال، وسيكون التقييم والحكم على المدرب كما قلت قبل بعد بطولة إفريقيا مصر 2024. بالنسبة للاعبين أظن معناها أنا باش نقول لك رأيي، لكن كمعلومة ما عنديش الحقيقة. أعتقد أنه ثم برشا ملاعبية ثم يلزمهم يرجعوا للمنتخب، وفي مقدمتهم ريان زريات، معناه يلزمنا فما لاعبين شبان ولاعبين قادرين يعطيو معناه كيما ريان زريات، وفما لاعبين اخرين عندهم الخبره كيما اسامه حسني، مروان شويرف، امين بنور، ربما لاعبين تقع مراجعه القرارات الاداريه في شانهم بالطبع بالتشاور مع الاطار الفني اذا راى انه ثم ملاعبي قادرين يعطيوا للمنتخب. وانا ناكد معناها رضا انه الاطار الفني زي باتريك كازال حب يكون معاه اسامه حسني موجود في ليكيب ناسيونال، لكن احترم في النهايه القرار الاداري اللي اتخذته الجامعه التونسيه لكره اليد وتحديدا رئيسها كريم الهلالي بابعاد اللاعب زي عن حظيره المنتخب. قرارات اخرى ربما من الاشياء الهامه اللي قاعدين يخدم عليها المكتب الجامعي في مونديال معناها بولونيا والسويد وتواجدهم هناك، انه قاعدين توصلوا لاتفاق مثلا مع المنتخب الروسي لاجراء مباراه وديه في شهر ابريل، وهذا اذا نحبوا نرجعوا معناها رضا يلزمنا نرجعوا نلعبوا ونواجهوا منتخبات كبيره عندها تقاليد، نحضروا معاهم معناها ما نقتصروش على الجزائر والمغرب معناها ومنتخبات ربما ما تنجمش تخلينا نحسنوا ادائنا ونحسنوا مستوانا. ممكن فما اتفاق
اتفاقات عن قريب لاجراء مباريات وديه اخرى ان شاء الله نسمع بها معناها مع عوده الوفد المنتخب في قادم الايام. وسؤال الأخير منير، المنتخب الكوري والمنتخب الشيلي كما قلت انت، المنتخب الكوري كنا قابلناه حتى في الدوره الاخيره انتصرنا عليه، ممكن المنتخب الشيلي اذا كان هو باش يكون الاقرب مقابله باش تكون بين المنتخبين تونس والشيلي عكس المنتخب الكوري اللي عنا فكرة عليه وكذلك هو عنده فكرة عن المنتخب التونسي. وكنت ركزت معك في النقطة اللي قلت عليها انت ان كازال بدا يركز مع الملاعبين، ما عندوش فكرة شاملة على الملاعبين بتاع المنتخب الوطني التونسي، ومع عديد اللاعبين اللي قاعدين يشاركوا في المباريات اكتشفنا درمول اللي تم اختياره أحسن لاعب في المباراة البارح ضد مقدونيا وعديد اللاعبين أخرين، في انتظار أنه إن شاء الله قبل بطولة الحرباوي معناه عبد الله ريت المستوى. أنا اليوم نرجع نقول كي ريت مهدي الحرباوي في مباراة المغرب وفي مباراة البارح، نقول أنه الحارس زي كارنا بدينا به حقنا حق الاطار الفني انه بدا به المسابقه، لانه حمدي الحرباوي مهدي الحرباوي عفوا عنده اكثر خبره من اصيل النملي ومن ياسين بلقايد في حراسه المرمى، يمكن كان ينجم يفيد برشا وكان ينجم يعاوننا في الزوز مقابلات المصيريه امام معناها منتخب البحرين وامام منتخب بلجيكا. للاسف معناها الاختيار هذا وحسب وجهه نظري المتواضعه انه الكاستينج نتاع اختيار حراس المرمى للمباراه الهامه كان خاطئ، وما كناش معناها نبداو انه نحطوا اصيل النملي صغير في السن ولا ياسين بلقايد لاول مره يلعبوا مونديال مقابل انه مهدي الحرباوي عندك معناها حارس عنده خبره وكان شارك معناها في بطوله افريقيا وشارك في مونديال مصر 2021. والمستوى اللي قدمه مهدي الحرباوي يؤكد انه حارس جاهز اكثر من اصيل النملي واكثر حتى من ياسين بلقايد. يا اخي منير سامحني بالله، عادي جدا كونه معناها نتفاجئوا بحاجات هذية في كأس عالمية، معناها مدرب يلقى التشكيلة كان يعني يتفاجئ باللاعبين ويتفاجئ بدرمول اللي هو لاعب ممتاز ويتفاجئ بحارس مرمى اللي هو بعد ما تنتهي الدورة ولا كي نخسر مقابلات كما مهمة في كأس عالمية مش في دورة ودية ولا في أمور عادية. راي يا اخي مش لوجيك نورمال، مش نلقى اعذار للاطار الفني، وانا قلت اني نحملوا المسؤوليه الاكبر معناها في الخيبه هذه نتاع المونديال، لكن اعتقد انه بين بالكاشف انه شهر تحذيرات ما كانش كافي بالمره، لانه ليكون باتريك كازال على علم بقدرات لاعبيه وبمهاراتهم وبقدرتهم على مثلا اللعب في مراكز مختلفه. او البارح مثلا ريت معناها رضا انه المدرب لأول مرة يعول على أسامة الرميكي في الهجوم، معناها أسامة الرميكي نعرفوه في النادي الإفريقي هداف النادي الإفريقي وينجم يلعب دفاع وهجوم، هذه ما ريناهاش في المقابلات نتاع الدور الأول، رينا معناها أسامة الرميكي يخليه المدرب يلعب في دور هجومي ويسجل الأهداف في لقاء البارح. معناها هذه هي أنه المدرب يبدل في برشا ملاعبية بين الدور الأول وبين الدور هذا، يحب يعرف أكثر الرصيد البشري. وفما تصريح مهم جدا رضا انه قالوا المدرب قال انا ما ريتش المنتخب نتاعي واللاعبين نتاعي في حاله المنتخب منهزم باش ينجم يعمل هو رده فعل وينجم يقيم الوضعيه نتاع المنتخب، لانه التحذيرات كانت غلطه المنتخب بالانتصار في كل المقابلات. واضح. منير اكيد سي عبد المجيد الجبيلي حب يتفاعل معك في موضوع المنتخب الوطني التونسي. تفضل. شكرا لك، مرحبا بك منير. مرحبا سي عبد المجيد، مرحبا. عايش كيف فضلك. متبقى حبيت نسرك انت بما انك قريب لربما خلينا نكون بالظفري المصدر للقرار، على بخصوص المدرب ووضعيه المدرب، يعني متاكد من المعلومه اللي هو مش يواصل مع التدريب المنتخب؟ متاكد خاطر ماهوش عندوش كان تدريب المنتخب الوطني، هو برامون يقري هو فرنسا معناتها حتى عنده باراشوت. هو تجربه معناها انت سعد مزيد خليتني تو ممكن ثم نقطه ما حكاوش عليها وسائل الاعلام اللي هي انه المدرب هذا وقتي مؤقت، معناها يقري في فرنسا. المدرب هذا يجينا كان في وقت لي سومان اي اتش اف كيما نقولوا اسابيع الاتحاد الدولي، وقت ما ثم تربصات نتاع الاتحاد الدولي وإذا ثم بطوله افريقيا يجينا قبل بثلاثه حتى قبل ما نشاركوا، طلبهم باش طلب المنتخب باش يجيو لفرنسا يدربهم. غادي اسكو معقول هكا؟
لا هذه المعلومة هذه ما عنديش الحقيقة، ما نجمش نأكدها، ما نجمش نأكدها، لأنه وسام حمام ورياض الصانع ومنصف الشريف متواجدين في تونس اليوم، وسائل يمكن التواصل والاتصال معناها متطورة برشا، ممكن ينجم يتابع، لكن أنا ديما رأيي أنه خاصة أنه لأغلب لاعبي المنتخب موجودين في المنتخب هذوما موجودين في البطولة المحلية، يلزم مدرب يكون متواجد في تونس باش يتفرج في مقابلات البطولة ويكون عنده فكرة شاملة وظافية، وينجم حتى يكتشف لاعبين أخرين من البطولة ينجموا يكونوا يعاونوا المنتخب الوطني. الفكرة هذه أعتقد من 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 الحاجات اللي يلزم يرجعها معنا المكتب الجامعي. ربما من الصعب أنك تتراجع على العقد، ولكن ربما الفكرة هذه قد ما تنجحش مع المنتخب الوطني. لكن المدربين الموجودين هنا في تونس هم يعرفوا ملاعبيه، ثم ملاعبيه تظلموا ربما ما مشاوش للمشاركوش على حساب ملاعبيه اخرين. هم انا قلت ونعاود حتى شفت بين ظفرين كان شفتش انت سامحني المنير بعض اللاعبين دائما كل قائمه انا كيما رينا في كره القدم كيما في كره اليد وكيما في كره السله، بعض اللاعبين ديما نراوهم انهم عندهم الاحقيه وعندهم كل قائمه تثير الجدل على لاعب او اثنين. انا شنو نقول؟ نقول انه ما ثماش لاعب اليوم كان ينجم يكون خارق للعاده وخليني خارج القائمه، كان ينجم يربحنا ولا يهز المنتخب على كتافه، ولا معناه ما ثماش اللاعب الخارق للعاده اللي معناه اليوم نتحسروا عليه انه باش يكون موجود ينجم يعطي الاضافه. ما تنساش انه ثم عنصر انه معناه التعايش بين المجموعه، فما لاعبين بقاو خارج القائمه غير مرغوب فيهم من زملائهم في المنتخب. هذا هو علاش حبيت انا نوصلك ما نعرفش انا كان برحتلوله والبرحتلوتين شفتك التصريح نتاع السيد العياري للتلفزه الوطنيه كيفاش يحكي لبعض ربما بعض الملاعبيه بعض الملاعبيه مشاو على حساب ملاعبي اخرين وعلى المردود نتاعهم، المردود متواضع وفي نهايه الامر يعني ربما خلى نقطه استفهام كبيره على المشاركه وعلى الانتاج اللي تحصلنا عليه، الانتاج الكارثي اللي تحصلنا عليه. صحيح، معناها انا سمعت السيد العياري وتكلمت معاه معناها في الموضوع هذا، نعرف انه ثم ملاعبيه كما قلت لك معناها يمكن الجمهور العادي واللي ما يعرفوش كواليس المنتخب ما يعرفوش اني ثم ثلاثه اربع ملاعبين وقع ابعادهم لاسباب تاديبيه معناها تتعلق بالانضباط وغياب الانضباط. معناها اليوم المكتب الجامعي ورئيس الجامعه يقول لك وحتى المدرب معناها ماشي معاه في الفكره هذه، يقول لك انه باش نعملوا منتخب لازم يكون ثم انضباط واحترام من اللاعبين لي قواعد المنتخب وبالامور هذه باش الامور ما تخرجش عن نصابها. حاجات معناها اخرى ما نعرفش انا اسباب غياب مثلا لاعبين، ثم لاعب انا معناها نقولها وقلت انه اسامه حسني اسباب استبعاده ما عنديش علاقه بالانضباط، فهمتني؟ ما عنديش مبرر وانه يقولوا انه اسامه حسني كان ينجم يعاون برشا في الجانب الدفاعي. ان شاء الله انه الفتره نتعلموا معناها سي عبد المجيد انه بعد المونديال نعملوا تقييم ونشاركوا الفنيين الموجودين في تونس كما سيد العياري كما حافظ الزوابي كما سامي السعيدي المدربين اللي ان شاء الله يعملوا تقييم تقييم معناتها ايجابي وتقييم معناتها على الاسس صحيحه وقت التقييم على ضوء معناتها التقييم هذاك على الاقل يطبقوه في بالطبيعة. اذا ما نقيموش ما نسبش ان نجموا نقفوا على نقاط الضعف ونقاط السلبيه اللي خلتنا نظهروا بالوجه المحتشم. انا نشاطرك يا اخي منير، انت كي قلت عندنا ملاعبيه في تونس الحقيقه عندنا ملاعبيه وعندنا خاطر المدرسه التونسيه لكره اليد مدرسه بتبقى تبقى ديما تونس وسبق معناتها مواسم كثيره معناتها كره اليد التونسيه ديما المواهب موجوده، لكن يلزمنا برشا خدمه نقولوا يلزمنا برشا خدمه من منتخبات الشبان منتخبات معناها وصولا الى منتخب الاكابر. وراو كي ترى اليوم خيبه كره اليد التونسي مش كان في الاكابر، راو في بعدنا في الشبان في منتخب الكبريات غير قادر انه ما ترشحش لكاس العالم معناها ما ترشحش للمونديال حتى منتخب الكبريات، وهنا يلزم نرجع ونخدموا القواعد معناها ونخدموا الانديه ونعاونوا الانديه المكونه باش ترجع معناها تنجم تطلع لنا ملاعبيه كبار وملاعبيه يشرفوا تونس كما قبل. شوف حتى الشبان والعمل القاعدي اللي تقوم به اللي تخدم فيه مصر اليوم وشوفها نتيجتها في الاكابر. سعد مجيد انه اليوم مصر هو نموذج ما نجموا ناخذوا عليه على الاقل في السنوات هذوما.
راهو مصر هربوا بينا بالحق، لانه كي تشوف بنيه تحتيه الدوله معناها تمويل الجامعه وتمويل المنتخب معناها من 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 اعلى سلطه، معناها عنايه كبيره من الدوله بالرياضه وبالرياضه. اليوم كما هكاك ما تفاجئش حاجه نتيجه طبيعيه. شكون الدوله اللي تقدر ان تنظم مونديال في 2021 تاخذ كاس افريقيا 2022 وتنظم كاس افريقيا في 2024؟ معناها كي ترى عدد التظاهرات وعدد القاعات الجديده اللي تبنات في مصر ومقر جديد للاتحاد الدولي للاتحاد المصري لكرة اليد فيه كل متطلبات النجاح، صراحه معناها يلزم كره اليد تحظى بعنايه خاصه من عند الدوله اذا تحب ترجعها في يوم من الايام انها تنافس المنتخبات العالميه الكبرى وترجع للمكانه على الاقل اللي كانت فيها قبل. واضح. شكرا لك منير، يعطيك الصحه على كل هذه المعلومات. زميلنا منير الزوابي من جريده الشروق، ونذكر بالنتائج اللي قاعده تتلعب منذ قليل وكذلك المقابلات اللي باش تنطلق السته بالنسبه لكره اليد اللي يلعبوا في المرحله الثالثه للبطوله. من جمع النقاط الكادفير كان منهزم الى حد الان 43 دقيقه 29-23، مونتينيغرو منهزم من سلوفينيا 20-13، البرازيل تنطلق مقابلته السته مع المنتخب الايزلندي نفس التوقيت، ايران بولندا منظم الدوره 8:30 نتاع الليل، السويد باش يواجه البرتغال والتسعه اسبانيا فرنسا. بالنسبه لكاس الرئيس المجموعه الثانيه، كوريا كان انتصر على الشيلي او انهزم من الشيلي 33-26، والسعوديه لحد 38 دقيقه لعب 20-16. ربما المنتخب الشيلي هو باش يكون الاقرب لمنافس المنتخب الوطني التونسي، ان شاء الله المنتخب التونسي غدوه ينتصر على الجزائر في اللقاء الاخير 3:30 بتوقيت تونس. هكا وصلنا لنهايه الجزء قبل الاخير، ان شاء الله بعد قليل باش نحكيو على الجزء الاخير على الفقره اللي تعودتوا بها الناس الكل، سبيسيال تنس، تقييم لمشاركه انس جابر في دوره استراليا المفتوحه، نتائج مشاركه المنتخب التونسي للتنس في نهائيات بطوله شمال افريقيا للفرق الناشئين بالقاره، واخيرا مشاركه فرق الاكابر للتنس في بطوله النخبه العربيه بالكويت. هذا الكل عبر الهاتف مع المدرب كره المضرب ماهر بوغنيمي باش يحكينا اكثر تفاصيل على هذه الاخبار، لكن قبل هذا